جمع حبنا هديرة تسكولي أنقبنو حبنا يوها وقراتمي كريدو دتشع اليوم حبنا يوها وقميسه وقمع وفيسه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تحية الإسلام وحسن السلام يا دمان قيبها كل الدول يا بالشدة سيدا مرحبا دقماتك علماء الدين تا أقوية هندا هوينكا يا دليرا دمان تي وحان الله هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن هذا نقد قال إن أجندها شركة أما حفلة أنا قبل نوح وية سيد اللوجه ارتجلها قبيلة ده. نمبر وان وام حق قبيلة ده يسدين نبض له ذكرية. قبيلة ده محي سببتها. قبيلة ده وحي سببتها علاد. علاد نوى مجدي. إن لا يلا يرد عن تعلادا ووان إن لا يلا نبض وارتا باكفي عن نكي ما أنت علاد كل انتهي نبض إياه علادا سجى من ندا أقوم يشفته ويا وبك جريد يعني إنه وحويان مرد لهم ديجان كذا نال هاي بلشتها ميل كذا دكان أما وعيال هاتو، أما وحكرا هاتو، أما عيال هاتو. يعني وعيال هلا النبض. هدي عن النبض لهلين. وح الله على وح نص عليا. بصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني دمان ولما وديك ويا شنقنك اللي يرى بعض الصحافة ده اليوم بلا أورك أنت بوح بسلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام كل كان المانت وكسب سنة هاي لما قضب لما قضب من ده أنا جاب الدورو ودني وحيرها عنه سمع سنة هاي وعسى سمع إنه مكمل وأنا كنت شفته ووحد يا ذوق بيالته أنا عنه كلام كلام كم قرا ما أقول يقوى كلام كلام إذا بينا عنه دجال ذكر طبعاً وهم بقى في ملك أنا هدي عنكو رأيتن قبيلة ده، كنتي إنه هراء يدوك سما لقبيلة ده واحد يسمو يعني، أنا بقول بها قبيلة ده، هنا يتهاي واحد حد آخر يحكي عن ميلو وناسين، كنتي واحد وناسين حيالها كان أنا واحد وبعض أخو رأي وأم جهل، أفك جهل جاء أما جهل اللي مضى كانت، وحلو بها هي إن ضدك في المضى أي ذاتك أنت كل مساجد اللي جو عليها أي آد يا آد أنتها حلو جو صارن مو بفكر حلان إن ذاتك أنت يسكو شقة أنت يسكو ميل شوكة اللي يروح سبورت جا وحي هواين هم يلا جو هلا معلمين تو إن هذا ما أسوك اللي فوق صارن دولة وحوي هي هدي قبيلة يوم نبض على جش قين يستوي ما تون الله هلا نلام ماي سيد فران مايان سكنا هندا ديري شري مايان سوبيلا لو تشوي مايو وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا
سمعوا احترقان ما معهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا لأنه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعصام الله سبحانه وتعالى يمك ورد معاك كنت ماشي سكورك كاري قلت وعقوب مما حديها يكون نهاية مهدي تقرأها البيوت هو حديها يكون نهاية مهدي فيها هو يبقى خلوة إنه يجل مشيء إنه يدروا وجهه أولا عضيوان إلي وحر وانا كاملو مع اللوغر وانا قضبا حوله يجل وصلك يا كليبا يا نبدا الله إلها يقول سيدي تعالى تعالى حد إن الأمور هم يهدف تعالى سيدي وحلو الله حق تقاتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إلهي سبحانه وتعالى إلها وحن نغفر إياه إلى إلهي سبحانه وتعالى كعب سنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقوك سوري سوي ماندوه وإن نوعي قنطرها آتي وفاخرين تريا إلها وتدور وحوية إن لكم بلابو أرمت أهل سبحانه وتعالى عبسلي مركاسي لغي أبيني مردلي يلطو وأن سبحانه وتعالى وقال إنت كذب أرنك أرسان أهل يالبان وقم هذا العلنية سلغانك يدالك يفكرة توسان أي نوصو بندقين وأن من بحوذي أوضي أولي يالي هذا أبي أردو وحنو الكين البابية صوماليات دولة نمال البابية ee halka loogu laayay dawladnimada iyo jiritaankeeda way ummad kasta oo qabyaalad ku dhaqantaan waxay noqonaysaa ummad baabada oo aan jiritaan lahayn oo ummadaha kale daris la oo dhulkeedii ka barakacda dhulkeedana ay qaataan dad iyaga aan ahayn xaqiiqada marka weeyaan waxaan saameyn soo qaadanayaa nimada loo jeeyo si xadir oo magaalada Madiina wada degana oo walaal ahaan loo qabilaha ayaa sidaasoo kale u xulloogay dagaalo badanna waa ka dhaceen. Marka nabiga sallallahu calayhi wasallam in yar hortii ayay dagaaladii ka heshiiyeen kadibna waxaa u raacay islaamtinimadii oo nebi maxamed baa u yimid sallallahu calayhi wa alihi wasallam. Markii arrintaasi ay dhacday walaalo noqdeen oo ay isku mid noqdeen oo ay isjeclaadeen oo ay midoobeen xoog ay yeesheen ayaa waxaa aad iyo aad uga xumaaday cadowgoodii oo ahaa niman yahuudi oo meesha la degan nin yahuudi oo weyn baa wuxuu soo maray nimankii ay cadaawadda ku dhex beeri jireen ee wararka uu kala qaadi jireen ee dabka ku hurin jireen oo walaalaha u wada fadhiya oo kaftamaya oo macnaha waxa weeye shaaha wada cabaya oo dhibaata ahayn dhexool. Markaasuu wiil yar u jira wuxuu yidhi wallaahi nimankaasi hadday maanta heshiiyaan oo ay gacmaha isqabsadaan fadhi meesha inuuna yaallo horda hebel u tago gabayadii ay isu tiriyeen dagaaladii hore ka sheekay. Halkaas marka wiilkii yaraa gabayadii qoloba gabaydii ay tiri buu yidhi halkiibaa qabyaaddu waa wax baasa shucuurkii iyo dareenkii bedelmay halkiibaa dagaal ka dhici gaaray halkiibaa nabiga loo sheegay oo arrintii qaboojiyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu ku soo dejiyey aayaad. Halkaa waxaan tusaale u soo qaadanayaa haddaad aragto dad walaalaa oo ishaya oo heshiin la waxaa ka dambeeya cadow iyagaan ahayn cid aan iyaga ahayn baa dabada ka wada oo isku dilaysa waxayna cadowgaasi dan u arkaan ishayntooda waxay u arkaan kala fogaanshahooda inay ku noolaan karaan iyagu. Markaa taa waxa la ogaado dadku ismahayaan waxyaalaha dhacaya waa waxyaala ilaahay qadaray subxaanahu watacaala. Horena waa u dhici jireen haddeerna waa dhacaya adduunka ilaahay baa maamula qadarkiisana cidana lama maamusho. Markaa waxa weeye waxaan macnaha aan degaynin ee halka loo leeyahay ama halkeedu adkaanaya maaha dadka dhexaysa maaha dadku waa walaalo isma nabca way jecel yihiin way isdhexmarayaan waa adeydaamida way soo yeelayaan wayse soo dhoweynayaan laakiin cadow aana iyagu haddeer aad u fahmin ayaa gadaasha ka taagan oo isku xuuxinaya warka u kala qaadaya. Qabyaalad iyo macnaha nabadgelyana meel kuma wada kulmaan sida biyo iyo dabi aana meel kuwada kulmin. Magaalooyinka qabyaaladu ka jirta sida xudun oo kale dee waa tusaale cadwi oo dadka iyo taleex oo kale dadka marka inoo yimaadaa markay magaalada dhex maraan waxay is weydiiyaan magaalada weynaanteeda iyo dadkeeda ismaran dadka magaaladu xaggee aaday
مگر داد کن وحیاری و داد اسکو فوگان آویس گویی آویس حمله یا آویس حمایه یا مرا دیتا سی چرتانه یلاهی برکت واقع کرده وحی دمیر ریه آویس کجا تگان سه از مرکم مگر اینو خالی کن خود مگر این تانه و کد دیا سوماری لگه هیل می مگر آن وحیاره یا قبیله دار لگه وان و داد که واوی یه داد که علم داره داد که وحی مگر از کای یه چری واقع کرده سومی نیک چری دای سومار دامه شکر یلاهی آدم نیک سیاسی که سعی او حاوی داره داد که ایشکو کنیم کورسی که سعی نمی‌کنه، لکن کابلی مرا این نیک وای و حاوی کرده با این و عادل استعمال او داد که مرا و حاوی گونه که آره او نبود کوب با او او گفت مرا و حاوی نبود یوران جا مرا و حاوی او گنتن اینو نبود ایا لگرده با وی تبلان با هری و حاوی دایه مخصوص کلیگریا سلام علیکم رحمت الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنكو السلام يا أوركا أريد السوق مكانية أوركا أريد السوق مكانية يوبال أرسال صالح لك الرضا وحسكيك الضمان وأورو فنتي كشل أي مكان هذا وأورو بل يراه يلا يتساك الله خير يلا يفعل كبرنا إلى إم نوكريو هو يقول أين يانا إلى هاي قرصيو سنا يوش غين يان نبت جلي هذا سنا كشل كان وجه حاريان سنا تشرين وسكو تشرين وحكم موضة بل يراه ده سنا حكى شيء ببليش كرمان دم دجر قدن وحكم موضة شرف بدن وأكو أمانة قاري هدمان ويا ده ويا شيء دي كان أستدي غورتي وهاي كلا هلا نبي الجليدة هلا من هاي جزاك الله خير إلهي رأي هاي نكان رضا إلهي نمد هاد جادين إلهي يبي كربيه دكان كو 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 جارا قول يهرمر مركدلي ريد وحانته مركدلي ريد وحجرته وحنا لقبها عبد إلهي يو وحجرني وتعليم تلا برتا أفكر وحكب حسا قنتي حميد وحكب حسا أفكر إنه كل كذي تونا ذا إنه سمعنا فكرة ويا قدر وري هاي عبد إلهي إنه وكره لي هاي كذي وحاي ما نصاين لهرم مرا تطق ولا يروح كمان ولا يرد البرار كسر وحنا لا يمر لغادي يمر صد حال كان أستطلع نقول هذا يا فكرة وذا ياش دم الحضن بمان وحجرتك هواينك وحنا نجلس وبدينا إلهي جزاك الله خير إلهي رأى الله هذه كان غضا قوة مكان وحضروا دشاوي لك إن لم لا وحالا أنا وادر أركتان أوركي ماشي مريان إن أخلاق غلطان إن أسود ويسان إن أبدي أذان إن سيوش غيني أن أرشد إيسان سأصابي لك رمنا إليك أنا وحنا ببيا نبي الجليلة دقائنك تلع حضن وحكتي تشكاقة كد علي بيالها دقمة الدقان بخلال السوق ويسكن على عام كورو ويسكن على عمد كحماها سلام ركيبا دقان كدت كورد الشيء هديهن قرادو وقال وحقرد ولقى هضلي السفي عمبا الله وسو قلملي ميلبا لساري غضبا لقوه الشيء وعن رمضان كهالي أرنتم تعالى بقمال كهالي بقوه هذا وحالا روحي لقوا هالليين ويبدعان وهما كصبحي قدروا ويبتهج meel baro walaga hadlay miyasha laga sii daayay ilaahay guud baa joogay ugaashii reer kale maan baa joogtay cidiidii ma jirto dadku xagaradka dadka ugaasha sidaa loo dhigay beesha xeer bay leedahay nabadgelyadeeda oo looga hadlay oo ugaasha isku raacday oo looda beelood isku raaceen somaliland ninka ay haysato oo amniga loogu dhiibay oo looda beelood ka heshiisay inay gacanta u soo geliyaan beerihii say u heshiiyeen loo xeerka loo dhigay arrintaas aan ka hadlayaa waxaan turta u saaraya wixii xuduud ka dhaca maamulka haddeer joogay Soomaaliland dhimaad xawayaan tahay haday wasiir ahna gudan tahay haday ku xisbiga hoosan jiray tahay haday kaaba joogay tahay inta waa laga hadlay waxaan u leenahay anoo ku hadlaya afka beesha xuduud oo dhan anoo ku hadlaya ganacsatada anoo ku hadlaya culimada anoo ku hadlaya waxgaradka dhibaatada aad ka geysataan xuduud xawayaan tarimayso haddeer bay ninka jooga maamul ku haysta asaanood baad ku haysataan waxaba labada heerood dhibaatada in tarimayso way wada dhasheen waxa way xigd xeer bay lahaayeen waxoodi way ku heshiiyeen dadku waa saddex mara meel wal kala ganacsada wax dhibaato ay kama jirin
لكن وحي لو هي شيء فلو هاي سمان لا بان هرتاك وحان لا يهي نينكا سيد الله قطة لقالي او الله ديكي يا وحي الله مدى ايدكا ينكو حرامبا اسو قدية دادكا مدحضا وها دادكا سيلا وحي سابتان برانشكا سودا ماذا وحان لا يهي حديث سمان اللي هن اي ديدو وحان او قد سنية هذا الكيغة وانا بيرا ايانكا جي سنية ولا لها الله دشبه اطالا هدي عدو قيني قبصد او ايدي ديلينا هشيسان او اكرا وانا اسمو ليسان وحان الله يكوشي oo arinta garta in adawgini oo gartay inay heshiin Soomaaliland ma rabto inay heshiisan ma rabto inay heshiisan wallahi ma rabto waayo way heshiin lahayeen waa magaraal haydeen waxa weeye waxaan leeyahay mar labaad madax xudun dhalinyaradii ma dhalinyarada halka fadhida siyaasiyiin bay lahay wax garad bay lahay kuwa dawladda jiray lahay kuwa qoy xamay lahay ah wax jiraan hagaay jiraan haweeyada haddii maanta dhaata siyaasato maxay helayaan xudun ma wada shabiye xudun ma wada abshireen waxaan leeyahay reerka dhamaan ugaariyaha meel u joogada arinta ha iska xil saaro xudun bay inuu dhalanay talax bay inuu dhalanay labadeena degmada waa ogtihiin waxaan miidii u marinayaa nimanka meel kasta ay joogaan ugaariyaha la yiraahdo inay gartaan labadooda dhibaatada ka jirta labadoodii degmada dhibaatada ka jirta oo ay naf iyo amaan ba u huraan labada beelood oo walaalahaya oo waxba dhexoo oo dhaafay waa dhacday keeshiyay oo ka wada hadlay oo halka ay kaga xirantay oo ay soo bixi weyday waxa la heshiiyay walaalayaal garta talada iyo nabadda idinka idin taala anana way ku barbar taaganahay waxaanu nahay beesha ugaadhaanada ku dhexnool oo marna ka hadla saarihiin iyo danihiinna waxaanu leenahay haddii Soomaaliland waxaynu go'aansanay inoo diiday waxaan leenahay idinku nabadda garta heshii oo sida hadda maxamed askar kale uu shaqeeyay nabadda kale waa inuu yimaadaa waa inuu shaqeeyaa way ku kala kaashada dhammaan waa inay ugu tana arinta xudun taala ta talax taala way ina dibasa hadda laga soo sheegay shaqooyin guriga labada degmooyin ku nooleey weeye labada degmooyin dhisanay weeye oo isku noolaa degan oo isku noolaa iskale waxaan leeyahay aan danteena garanno qurba joogta wax garadka culimada cid waliba ha fahanto dhibaatada xudun iyo talax taala iyo cid ay ku dhacaso iyo cid ay u taalo nin waliba ha fahmo xilba ka saaray waxaan leeyahay in ma lahayaro nabadda waxaan ahay ku noolaan karimayno dad isu dhow hadda way faamiliyada laga hadlayaa lagama sheekayn karo haddii loo aftiriyo qaabka ay yihiin yaa kala fogeeyey dadda kale baa fogeeyey xamaadku ka maqanayno dan dan kale baa fogeeyey wallaahi oo rabo inay xukuno qaybi oo mid walba wuxuu sheegayaa oo mid walba si gaar ah wuxuu sheegayaa waxaan leenahay waan garanno waa u taaganahay arrinta xuduna waa dhammayaanna odayaal baan u nahay waa anaga hadda isna fadhina dhammaan waa u heelanahay horta idinka ilaahay idinka abaal mariye ninka wax wanaagsan wada oo aan caadsiin waa gaara ha ka caadsiina annaguna waa inala shaqeynayna arrintanuna dhacday waa sidii lasla ogaado annana waa inala shaqeynayna maxaa yeelay nabad gelyar ahaan meel laguma digo magaalada la joogi maayo mid joogayaa ma jiro dukaan ninka furanayaa ma jiro bilaha dhaadheereena ma dhisnaanayaan waa la hindiya walaa nin nagu hoos fadhiyay haddii aan nabadgelyalahayni oo degmada nabadgelya loo socno sida cali aada sheegayay habeenaamiso iyo kontonni magaalada kontonni naamiso waxa weeye taasuna waa dhibaatada iyo nabadgelyaal nabadgelyadu halka ay ku jirto oo ka dhalayso ha laga dalo waxaan ku soo gaabinayaa waa u taaganahay mar kalle cimayso xaggaya haddeer waxaan ku soo dhaweynayaa cabdiraxmaan jaabac horta ururadii hore ee dadka ka shaqayn jiray matalan gobonimadoonka iyo aswayaal iyo haddii bakuur xawataako nin baa fekeri jiray oo fekerka keeni jiray dabadeedna nin kale heli jiray nin labaad buu heli jiray nin saddexaad buu heli jiray sidaasu horta ururku ku hirgeli jiray oo ay gobonimadoonka iyo hawsha iyo halka ay higsanayaan ay ku gaari jireen horta waa alxamdulilah rag dhallinyaro ah ama dad dhallinyaro ah oo reer xuduna oo haddii bakuur yahay sidaa u fekeraya ama maskaxdooda u shaqaynayso aad baan usoo dhaweynaya waana ku hambalyeynaya qofkuna wixii isku taxalluqjiyo waa gaadhaa wuxuu isku taxallujiyo iyo siyaahdo ahmeeda saaro siyaakabiya ka gaar waa gaadhaa waa guul wanaagsan waana fikir wanaagsano
خير كشقير أيوه هذا أنا لافتها أيوه هذا بكرية نبت قليلة أيوه وحور أريمه مش هذا وأريمه هو جمه يمسن أريمه كشقير ثان وأريمه هو جمه يمسن أتبنو سودوينا فكر كنا وحي تارك يا وديار ودي كلا شقيرنا ولد كوكر بتاعنا هاي هرت أيضا هو أساس هناك عاجزين هناك دارينا هوشينا سيب الله علي يو هداي مدنا لافلاتها يو هداي مد وعي قلنتها يو هداي مدنا بتقليتها إلى أوي ما أنت مسكع سباتهن أقوم بذيلهن وحب الله نقول كذا وعيير كأن أنا وكأنا ما وصل حين بعدك أفهم إذا أنا ما أركيسا إذا كنت أصلاً بنري هوشان كله ولا يشتها الله رمشة تلا ألو قرطين تلا يشوا عبد شاعر إيه عبد الله إيه قاره وداف مايو وايو وهو اللي بعرف هو كده عارف محي وحاسود علماء لكن محل هذا قبته لا يده هذا يمحي كده ما له قف قادو ديله محي وحاسود عن وقف مقادير تلا هيديدي وهو واحد كتب ويل مقادير كنا عصير هاي خلا ووطه لكن وحى دبعته مركب مقادير نحن صدي لو way kam ashay ku jirin gacash sheeye bay ka madax banaanay dawladda dadkii tolka ahaa marka muqaddirtan dhacday soo yimaada hareeraha la iska taagay si uu aan baa loo soo afjaray diplomatic chatel isweeli soo faamay halka gacmad siyaasi ku jira gacmad siyaasi ba ku jira adeeb qoray dad wax kale eegaya ku jira marka يبقى دين لي رك بقول استوي وين قيد تنبه ده تعرف تيده وحول هذا ما تعرف فهمتين مرتين ماشي لبقوله شنو أما بفيس كان عادو كان فوق سوي شنو كده كائن أنا بكاب بقول استوي وين اللي ما لا دين لوجي هاي كم عشية كتير أنا عادو كتير وبره ولا كتير استوي دين لك قاعش على تسيد اللي لوجي بقول يسأل هم بلوب بهم يعني إن أنا شاط على لقب تو أنا ده بقول يعني هذا القدر قلنا ما ده بحرار رح أبوه لا أكثر iyada ina haasan soo gabagabeynaya odayaasha hore ka tumanaya iyo kuma aan kordhin idinkuna waxaad leedahay dhalinyaro baata wacyi gelin dadka maskaxdinka waa xoog idinka waa adeeg qura iyo aqoon idinka waa war dadka nahaga anagu waxdiga waxa mid badan baa helaysaan wax markaan wax farta ugu fiiqnaa ama tusta qaadanaya mowqifkeena iyo meesha aan raftaan bay idinaha ka caajisina arrintaa wadaan waa in soo dhaweynaynaa aad iyo aad ugu soo kirtaagayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wanaag waxii wanaagsan isu kaashada oo nabadgelyadu ka mid tahay oo iska is-aawintu ka mid tahay ka baahara wax siyaa ka mid yahay colaadda ay soo kaalmeynina iyo dambiga aan waxaan leeyahay marka hore nabadgelyada ku horeynaya sanabad gelida waxaan leeyahay aday tahay beesha heerjeen iyo aday tahay beesha biyo dares nabad gelida waxaan laga wada shaqeeyo intaan halkan joogtaa inta maqan aan ku boorin inta halkan joogtaa heerjeen colaad waxaan tarmeeso biyo dares waxaan tarmeeso wallahi min waxaan tarmeeso waxaan karoo iyagana farayaa beelaha kale ee bulshada ina kula walaalaheena eela iyaguna dagaankooda haddii colaadi ka dhacdo aysan nabadgelyo haysan ee kuwa la mid yihiin kuwaana waxaan ku boorayaa inaynu ka wada shaqeyno oo kuwiina maqan aad u geystaan kuwa goobta joogtaana ay iska xabsaan wali maalidiinta haddaan nahay dilac kastaa ka soo jeedaan aan u wada gutan dagaankeennu waxa uu halkan dee wax in yar baynu ku joognaa laakiin inteenaasi haddii ay nabadgelyada ay mid waayaan meeshiisa uu ka boorriyo oo dadweynaha lagu boorriyo hadday masaajidda tahay hadday bulshada meelaha isku yimaadaan tahay
هاداي تاي ميغو غير هيركودا كا وخودو ويرادو وركدا يا اساس ما اه داني نو ما اه وخال له هي نبا دليدا واخ كوين مترا